مدينة الرستان 26/1/2013 أثار القصف والدمار على هذا المنزل جراء ما يحصل بشكل يومي على مدينة الرستان. شو صار بالضبط أختي هون؟ امبارح المغرب كنا قاعدين هون بالبيت، نحن هذا بيتنا، هاي برادنا وكل شيء، نحن بهالبيت قاعدين، ما في عندنا غير هالبيت بكل الدار صار. جيم برحيات ابن الحرام الله لا يوفقه ضرب قذيفة علينا من كتيبة الهندسة، جتنا قذيفة، روحنا غرفة النوم، روحنا التخت، البراد كله، الأولاد شلناهم من تحت الأرض. أطفال 20 طفل بهالبيت ما عرفنا شلون شلناهم، مرت أخوي صوبت بظهر الخفان، ما عاد نعرف شو، ما عاد نوع حالنا. الزلمة اللي بيضل الأخير لا ترحل جايينك يا كلب يا ابن الكلب، الله لا يوفقك، صوبت مرت عمك، وبالليل صار علينا قصف، وأختي صارت تبكي، وكنا صرنا نبكي، الله لا يوفقك يا بشار الأسد، إن شاء الله الله يهدم ولادك يا بشار الأسد. الله يهدك يا رب. امين. الله يقرف عمره بجاه اللي خلق. وشلون شردنا امبارحيات الليل ما نطص، شلون بدنا نمشي، ما في غير هالمأوى متعاون فيه هون قاعدين، لا في دار لا في محل نطلع لا في شو، الواحد بده يحكي. الله يهدك يا رب. لوضع الاطفال صحيح، الصغيره مريضه، دواء ما لقينا له، دواء ما في، صرنا شهر حليب ما في، فوق ما في، كله هون ما في عندنا، هون كله ما في عندنا بالبسنا شيء، بقول لنا نقول بدنا قيصريه، ما في هون مشافي، لا قيصريه لا في دواء لا في شيء. انا هذا شهري لا في دواء لا في مازوت ندفى ندفي اولادنا، مشفى هون ما في نروح عليها، والله الله يهدك يا بشار، الله يهد قواك يا رب. طيارات كل ماشي بتجي بتقطفنا هون، بتروح الفوقاني والتحتاني، بتهد 10 طوابق تحت بعضها، كل الرجال شايف انا هون براد وغرفه النوم نفس الوقت، كله نحن هون هذا مطبخنا ونطبخ هون ناكل ونشرب، هذا البيت كلياته، وقام جاب لنا هالقذيفه جت بقلب البيت، تدمرنا هلا، بدنا ننام بدنا محل ننام فيه ما في، بدنا ننام بالشارع ما في مكان نروح عليه. كنا نايمين بالليل ضرب علينا قذايف، اختي صارت تبكي، كنا صرنا نبكي بالليل، طالعنا اخواتي واولاد عمي من تحت الارضين بالليل، والله لا يوفقك يا بشار الاسد، الميت كل يوم بتيجي بتضرب، كل ما تطلع الشمس بتيجي بتضرب بتهدكم الدور، الله لا يوفقك يا بشار الاسد. مدينة الرستان 26 واحد احنا جايينك، نسوان الرستن جايينك.